اهلا بيكم وحلقه جديده من مساحه للراي ليوم الخميس. حلقتنا النهارده عن حاله اسواق النفط العالميه، ده في ظل التداعيات الاخيره من هجمات الحوثي على منصات ومصافي سعوديه، كذلك الحرب على اوكرانيا. قد شهدت اسواق النفط العالميه ارتفاعا حادا في اسعار الطاقه، واللي قفزت مع اشتداد الحرب في اوكرانيا وتصاعد حده التوترات في الشرق الاوسط. لليوم الثالث على التوالي ارتفعت اسعار النفط في ظل عدم ظهور بوادر لنهاية الحرب على أوكرانيا اللي بتقترب من شهرها الأول، صاحبها طبعا المخاوف بشأن إمكانية تعويض الإمدادات الروسية من ناحية إضافية لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط من ناحية تانية، وهو الأمر اللي بيؤثر على الإنتاج المنتظم للبترول. ومع اضطراب أسواق النفط العالمية طبعا وفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على موسكو، أعلنت وكالة الطاقة الدولية توقعها بتراجع إنتاج النفط الروسي بمقدار 25% مع إبريل القادم. حول أزمة أسعار النفط وبتدور حلقتنا النهاردة، واللي بيسعدنا أن يشاركنا فيها الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني قبل ما أدخل في تفاصيل الأزمة وتأثير أوكرانيا والهجوم الحوثي، العالم انقسم إلى حزبين، مستفيد ومتضرر، كيف هي الصورة العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا طبعا اول ما اشتعلت الحرب الروسيه الاوكرانيه كان المتوقع انها هتتجاوز حدود الاحتلال العسكري وهتمتد الى التاثيرات والاثار الاقتصاديه الجانبيه، لان طبعا الحرب دي قائمه في الاساس على ابتزاز اوروبا واللعب بورقه الطاقه والغاز الطبيعي اللي بتمتلكها روسيا. نعم. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعب على الوتر الحساس دوت بمنتهى القوة، فقدر ان هو يحرج اوروبا يعمل نوع من انواع الزلزال او هزات عنيفة في المعسكر. نعم. الاوروبي. شيء طبيعي جدا ان ابتدت كل الاذهان تتجه الى فكرة العقوبات وازاي نقدر نضغط على روسيا علشان توقف آلة الحرب. نعم. فطبعا ده ادى الى ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الطاقة والبحث عن بدائل اخرى. نعم. سواء في اوروبا او في الشرق الاوسط او في اي مكان. فطبعا نقدر نقول ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق هدفه الاول. نعم. هو ان يكون في تحريك للمياه الراكده في اوروبا. نعم. لصالحه. وطبعا مساله العقوبات دي انا لا اتوقع انها تؤتي ثمارها مع الدب الروسي، لان هو قائم على او ان هو بيراهن على تحالفات اخرى بتخدمه وبتخدم مصالحه في المقام الاول. نعم. زي التحالف مع الصين، وزي في قوه نوويه دخلت على الخط زي باكستان والهند. نعم. نعم. فطبعا المساله دلوقتي معركه تكسير العظام بين روسيا وبين امريكا واوروبا من ناحيه. فطبعا هنتوقع مزيد من ارتفاع اسعار الطاقه، وهيكون في طبعا مغازله للغرب في هذا. نعم. الاتجاه، وانا لا اتوقع ان يكون هناك استمرار استمرار حقيقي لفكره التصعيد العسكري، لكن هيكون في مناوشات او مشاغبات. روسيا لم تقطع امداد اوروبا عن طريق اوكرانيا بالبترول، ما الذي حدث؟ اللي حصل ان هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيحاول ان هو يجرد اوكرانيا من كل اسلحتها. نعم. سواء كانت اسلحه سياسيه او اقتصاديه، وبيحاول ان هو يحاصر الشعب الروسي الشعب الاوكراني بشكل او باخر علشان خاطر يبقى فيه امتثال لرغبته. نعم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في ان لا تنضم اوكرانيا الى حلف الناتو. نعم. وطبعا بيضغط بورقه الطاقه واحتياجات الشعب، بالاضافه ان الشعب كمان الاوكراني قاسى كثير جدا، وكان في مظاهرات عنيفه جدا وغاضبه. نعم. ضد الرئيس فلاديمير زيلينسكي. فطبعا هو استغل كل هذه المعطيات علشان خاطر يضغط وبقدر الامكان يكسر شوكة اوكرانيا او يكسر شوكة حلف الناتو او التواجد الامريكي العسكري في اوروبا. ده مجرد حصان طروادة، نقدر نقول ان الطاقة ديت هي حصان طروادة بتختبئ وراءه المصالح الروسية لإعادة امجاد القيصر الروسي مرة اخرى. نعم. ان هو يحتل القارة الاوروبية بشكل او باخر، يسترد
الاتحاد السوفيتي اللي تم تفتيته في التسعينات. نعم. وتايوان كانت البداية في شبه جزيرة القرم سنة 2014. طب لو تحولنا للجانب الآخر الذي أثر على الأزمة وأسعار البترول، وهي الهجمات الحوثية المتكررة وضرب عدد من منصات البترول في السعودية والإمارات، يعني كيف ترى يعني حجم التأثير الأوكراني وحجم التأثير الضربات الحوثية؟ ده تحرك نشيط من جانب إيران. احنا عارفين كويس قوي ان ميليشيات الحوثيين مدعومة من إيران، وبالتالي إيران حاولت انها تستغل الأزمة لصالحها، لان في الوقت اللي بيرتفع فيه أسعار النفط والطاقة طبعا أكتر الثروات الخليجية هي المهددة. نعم. وبالتالي لابد ان يكون في ضرب لبعض المنشآت النفطية او تهديد عسكري او تصعيد عسكري لإشاعة الخوف والرهبة عند دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات. إيران الحقيقة هتحاول تنشط من خلال الأزمة ديت في أنها تسرع من الصفقة النووية اللي هي تم توقيعها في 2015. نعم. وهتحاول أنها تستغل الموقف لصالحها علشان تمد نفوذها، سواء النفوذ النووي أو النفوذ الشيعي في منطقة الشرق الأوسط. فطبعا الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت ملعب مفتوح جدا لكل اللاعبين. وأصبح فكرة ارتفاع أسعار الطاقة والبترول ما نقدرش نختزلها في فكرة البورصات أو فكرة المخاوف اللي بتتردد وتحليلات الخبراء الاقتصاديين. لا، المسألة أكبر من كده، المسألة هتمتد وهتتجاوز حدود الأرقام. طب هذه القفزة في الأرقام وفي سعر البترول، هل هي توازي حجم القلق وحجم انقطاع المعروض من روسيا أو من السعودية نتيجة هذه الهجمات؟ الحقيقة طبعا هي بتأثر بشكل أو بآخر، لأن دي هل تساوي هذه القفزة في سعر البترول؟ مش بالدرجة الكبرى، أنا لا أتوقع ده، لأن الدب الروسي بيركض على احتياطي نفطي كبير جدا، وعنده احتياطي طبعا من الغاز الطبيعي لانه بيغذي 25% من غاز اوروبا. السعوديه طبعا من الاحتياطيات القويه جدا. لكن هو المفروض ان يبقى في تفكير عملي في البحث عن مصادر بديله للطاقه. المساله مش مساله ان هل اسعار النفط او الدولار او اي حاجه كده هتتاثر اقتصاديا سواء بالتصاعد بالصعود او بالهبوط. لا، السؤال هو ايه اللي ممكن نعمله علشان خاطر ما يبقاش في اعتماد كلي وكامل على النفط. لابد ان يكون في اعتماد على ثروات اخرى من الغاز الطبيعي او ثروات اخرى ممكن او مصادر اخرى. طب اين يقف العالم يعني من الطاقه البديله؟ الحقيقه دي مؤتمرات تم عقدها في السنوات الاخيره، بس كانت مجرد توصيات. نعم. بتخرج بان يكون في دعم من الدول الغنيه. نعم. للدول الفقيره. ونحن بصدد كوب 27. نعم. طبعا كان في كلام على تخفيض انبعاث الكربون. نعم. وبحلول 2050 طبعا دي لسه في مده طويله جدا. نعم. للاسف الدول الكبرى والدول الفقيره طبعا مستسلمه لاراده واجنده الدول الكبرى، انها بترسم خطط طموحه بعيده المدى وليست قصيره الاجل اللي ممكن ان تؤتي ثمارها في اسرع وقت. وده هو المشكله اللي خلت الحرب الروسيه الاوكرانيه ابتدت يعني يبقى ليها تداعياتها الاقتصاديه على مستوى العالم مش التداعيات العسكريه. احلام بوتين بتصل، يعني احلام بوتين في الغزو لا تصل عند حدود الاحتلال العسكري المباشر. هو بيحاول ان هو يحاصر اقتصاديا العالم، او بمعنى ادق يبعث رساله مهمه جدا للولايات المتحده الامريكيه انها لم تعد القطب الاوحد المتحكم في صنع القرار. وده يفسر ليه هو عامل تحالفات قويه جدا مع النمور الاسيويه وخاصه الصين. هو فعلا في المؤتمر الاقتصادي الاخير اللي عقد مع الصين، الصين يعني قال ان هو هيصدر البترول للصين. كبديل. يعني طيب هناك ايضا من يعني يرى ان السعوديه تستثمر هذه الفرصه للفت النظر للهجمات الحوثيه والوضع في اليمن. الى اي مدى هذه العباره صحيحه؟ العبارة صحيحة بس في بحدود معينة. نعم. ان هي هتحاول السعودية انها تلفت النظر لاطماع او طموحات اللاعب الايراني في انه كله انضمام للنادي النووي. نعم. ان ايران هتدعم ضربات الحوثيين سواء في اليمن او السعودية لتهديد المنشآت النفطية او خلخلة الاستقرار والامن الاقليمي في الشرق الاوسط.
ليكون هناك اعتماد او تمرير صفقه الاتفاق النووي اللي تم تمزيقها في عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. فبالتالي السعوديه بتبعث بهدف او برساله سياسيه ان لابد ان نلتفت الى الطموحات الايرانيه ونحاول نروضها سواء من الولايات المتحده الامريكيه او القوى 5+1 اللي هي القوى الاوروبيه. لكن لابد ان السعوديه تلتفت ودول الخليج تحديدا الى ان لازم يكون في تصرف عملي موازي لوقف الهجمات، هجمات الميليشيات الحوثيه. طب لماذا تقف الولايات المتحده على الحياد او بشكل سلبي منها من الوضع في اليمن؟ هل هناك استفاده للولايات المتحده؟ معناها حليف استراتيجي للسعوديه، يعني كما تدعي على السعوديه ان هي الحليف الاستراتيجي لها في المنطقه. كلنا نعلم علم اليقين ان الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن هو احد مهندسي الاتفاق النووي في 2015. فهو من مصلحته جدا انه يحقق انتصار سياسي على مستوى العالم، ان هو فعلا يعيد قبلة الحياة لهذا الاتفاق مرة اخرى. فهو مهم جدا ان هو يبقى في حالة مصالحة مع الطرف الايراني، ومش هيلجأ للعقوبات او ان هو يبقى في سياسة رد قاسي سياسيا او عسكريا ضد هجمات الحوثيين. سياسة المعسكر الديمقراطي دايما في البيت الابيض تقوم على التهدئة، وتقوم على انك دايما تعمل تمارس دور حمامة السلام، حتى لو كان دوت مشكليا بيحصل. لكن المسألة ان انت حليف قوي جدا للسعودية، لكن في نفس الوقت انت حليف عصري جدا واستراتيجي لايران. فلابد ان انت تكون رمانة ميزان بين الجانبين، وما ينفعش تميل لطرف على حساب الطرف الاخر. طب من الجانب الاقتصادي هل هناك منفعه او مصلحه؟ يعني ارجع لسؤالي الاول، حزبان، حزب مستفيد وحزب متضرر، يعني ارتفاع اسعار النفط ايضا افادت الكثير من الدول، خاصه وان الولايات المتحده تعمل على استخراج الوقود الاحفوري، البترول الاحفوري يعني، وهو عالي التكلفه. يعني هل بيحصل توازن؟ ده مصلحه ليها؟ لا ابدا. يعني اقول لك على حاجه، دي لغه المصالح هي اللي بتحكم القرارات السياسيه. فدلوقتي نقدر نقول ان المتضرر الاول هي الدول الفقيره المعتمدة على واردات النفط والبترول، لأن هذا هترتفع نسبيا أسعار الطاقة والنفط. وهنقدر نقول أن الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى حرب الذهب الأسود، هذا الذهب الأسود، وبمرور الوقت ممكن تبقى الذهب الأصفر اللي هو فيما يتعلق بأسعار القمح والإيه والغذاء. لأن طبعا أسعار النفط والبترول مرتبطة بالسلع الأساسية في العالم. فهذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار بيصب في مصلحة القوى الكبرى المتحكمة في مفاتيح الغاز ومفاتيح الثروات النفطية. في مقدمتها الدب الروسي. يعني أنا شايف أن ارتفاع الأسعار ده بيخدم أهداف وأجندة بوتين في المقام الأول. وبتثير شهوته أكتر للاستمرار في هذا العدوان على أوكرانيا. مش علشان إعادة أمجاد القيصر الروسي فقط، لا، لأن هنا هيحصل إعادة تشكيل لخريطة العالم مرة أخرى. هيبقى فيه إعادة تشكيل للهيكل اللي بيحكم القرارات العليا. ما مش هيبقى فيه فكرة القطب الأوحد هتنتهي إن لم تكن انتهت فعلا. بقى فيه العالم متعدد الأقطاب. وهو دوت اللي بيؤدي إلى أن يبقى فيه تحالفات قوية جدا بين روسيا وبين الصين، وتمتد إلى النمور الآسيوية الأخرى. فأنا شايف أن المتضرر الأول هي الدول التي لا تعتمد على مواردها هي، ولكن تعتمد على موارد الآخرين. طيب هتوقف عند هذه النقطة ونتابع ما نشرته الصحافة في هذا الصدد، وعودة مرة أخرى لضيفي في الاستوديو الأستاذ سمير شريف سمير الكاتب الصحفي بالأهرام. نبدأ جولتنا من بلومبرج، حيث كتب جيفري هالي إن هجوم الحوثيين على محطة طاقة سعودية، كذلك أزمة الحرب في أوكرانيا، تسببتا في حدوث نقص في إنتاج أوبك، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط في آسيا. لهذا حتى لو انتهت الحرب غدا فسيواجه العالم عجزا هيكليا في الطاقة بسبب العقوبات على روسيا. إلى الشرق الأوسط، حيث أشار طارق الرفاعي إلى أنه إذا استمرت وتيرة الحرب في أوكرانيا دون التوصل لحل واضح فسيذهب ارتفاع أسعار الطاقة إلى أبعد مدى. ولا يخفى على أحد أن روسيا تزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها،
لذا فإن السيناريو الأسوأ لم يأتي بعد. الغد الأردني حلل الخبير الاستراتيجي حسن الحسن الموقف قائلا إن دولتين القادرتين على سد فجوة الصادرات الروسية من النفط هما السعودية والإمارات، إلا أن ردهما كان أن هذه الحرب ليست حربنا، وهي رسالة تشبه رسالة الأمريكيين منذ سنوات حول الحرب في اليمن. ننتقل إلى القبس وتأكيد الخبير النفطي عبد السميع بهبهاني أن أسعار النفط تتأثر بعوامل عدة أبرزها مستوى العرض والطلب والتغير في كمية الاحتياطات الاستراتيجية، كما تتأثر بالتوترات السياسية التي تؤثر على إنتاج النفط وتدفقه إلى الأسواق العالمية. ونقلت الجارديان تخوفات وكالة الطاقة الدولية التي تقول نخشى من وقوع صدمة عالمية في إمدادات النفط نتيجة العقوبات على روسيا، وتقدر الوكالة أن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد لا تتوافر في السوق اعتبارا من أبريل المقبل، ولا توجد بدائل في الأفق لتعويض هذا النقص. ننهي جولتنا مع وليد خدوري في الشرق الأوسط، يشير إلى أنه من الواضح أننا أمام نزاع جديد طويل الأمد بين الدول الغربية وروسيا، ستنعكس أثاره الاقتصادية ليس فقط على الطرفين ولكن على الاقتصاد العالمي ككل. وتدل المؤشرات المتوفرة على أن العالم أمام مرحلة جيوسياسية عصيبة في المستقبل المنظور. أهلا بكم من جديد، برحب من جديد بضيفي في الاستوديو الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام. يعني تحدثنا قبل التقرير عن المتضرر من ارتفاع أسعار النفط، دلوقتي يعني أحب ألقي الضوء على المستفيد ودور أوباك، ولماذا لم التحالف ده لماذا لم يحقق المستهدف من الإنتاج؟ لان الانتاج دايما سواء منظمه الاوبك او اي منظمه بتعمل في مجال النفط او مجال الاقتصاد دايما بتخاطب السوق المرتفعه القيمه. نعم. بالنسبه لها السوق الاوروبيه او السوق الامريكيه او حتى السوق الاسيويه هي ديت الهدف، هي نعم. ديت القبله اللي بتتجه اليها، ودايما بترتبط بقى الاسعار بهذا التسويق. أنا وجهة نظري المتواضعة في هذا المجال، وممكن بعض الخبراء الاقتصاديين يتفقوا أو يختلفوا معايا، إن لابد يكون في اتجاه لإغراق الأسواق الفقيرة أو أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط وحتى بأسعار مناسبة. هو ده اللي حقق فائض في إنتاج الأوبك، هو دوت اللي ممكن مين اللي يقوم بأوباك ولا أوباك بلس ولا مين بروتوكول تعاون بين المنظمتين أو اتفاق. نعم. أو بروتوكول عالمي يتم توقيعه بين جميع الدول. نعم. هي دي الفكرة، لكن أنت بتخاطب أسواق معينة على حساب أسواق أخرى، وبالتالي هزات عنيفة بتحصل في الارتفاع، يعني سواء في الارتفاع أو هبوط الأسعار. بالإضافة اللي قلت لحضرتك أن مسألة التلكؤ والتباطؤ في البحث عن مصادر بديلة للطاقة هو دوت اللي بيدي قيمة كبيرة جدا للنفط على حساب مصادر أخرى. نعم. لو تم اعتماد أكبر على الطاقة الشمسية، على الطاقة الكهربائية، على الطاقة النظيفة، ودي نعم. كلها حاجات بتخضع للبحث العلمي المستمر والمتواصل، هنا ممكن أنت توفر مصادر بديلة، فبالتالي حصل توازن في أسعار العالم. فالمسألة دلوقتي أن إذا كان في نقص في الإنتاج ده بيرجع الى ضعف في السياسات، والضعف في السياسات دي مش وليدة النهاردة، هي تراكمات لأسلوب قديم جدا، يعني نعم. في انك بتعتمد على الاسواق المرغوبة او الاسواق اللي بتثير لعابك انت نعم. كمنتج للنفط، هي الاسواق الاسواق اللي بتلعب بالدولار وباليورو وبالعملات الاوروبية واحيانا العملات الاسيوية، بدليل ان قرار الرئيس الروسي انه يبدأ يصدر النفط بالروبل الروسي. نعم. وهذا الاتفاق القائم مع الصين بالضبط، انت بتنشط العملة بتاعتك وبالتالي بتضرب العملات الاخرى وبتعمل عملية تحريك للمياه الراكدة فيما يتعلق بالاسواق الاقتصادية. ده ذكاء، انا شايف ان ده ذكاء روسي لابد ان احنا نعمله الف حساب، ان انت هتنشط العملة بتاعتك وهتستغل الازمة لتنشيط العملة. هل انت كدول خليج او دول شرق اوسط قادرة على انها تعمل ده وتبقى في حركة توازن بين العملات وبين أسعار النفط وإنتاج النفط؟ هو ده المهم. طب دي نقطة هامة برضو، يعني بوتين نفسه هدد بأن إن برميل بترول هيوصل لما بين 300 ل $500 كان الصبح هذا التصريح، وهل ممكن أنه يحول ده أنه يكون بالروبل الروسي؟ طبعا ممكن ده، لأن هو كده هتضرب الدولار، وارتفاع أسعار الدولار
هينعكس سلبا على أسعار الأسهم. هل هي فيزبل؟ هل هي قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ يعني لو فتح أسواق في إفريقيا مثلا أو النمور الآسيوية كما ذكرت. بالنسبة للدب الروسي لا أستبعد ده، لأن هو حريص على أنه هو أولا هو عنده احتياطات غنية وثرية من إيه؟ من النفط أو من الغاز الروسي، لابد أنها بتبحث عن أسواق متاحة. إيه الأسواق المفتوحة أو إيه الأسواق اللي عندها حالة من حالات الظمأ أو التعطش؟ أسيا. دي نقطة. أسواق إفريقيا، دول القارة السمراء، دول الشرق الأوسط. قد يكون هناك طبعا تحالفات مستقبلية بين دول الخليج وبين روسيا لاعتبارات خاصة، بأن لا يكون في اعتماد منفرد على الولايات المتحدة الأمريكية، ودي الضربة اللي ممكن فعلا تقسم ظهر الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر القادمة، إن هيبقى في بدائل بتفكر فيها روسيا علشان تغطي على العمليات العسكرية في أوكرانيا، علشان تثبت للعالم إنها مش هتركع أمام العقوبات الغربية. فأنا أعتقد إن لعبة الأسواق أو انفتاح الأسواق على أسعار النفط وأسعار الثروات الخاصة بالغاز الطبيعي، أعتقد إن ده هيبقى هو المؤشر إلى أين تتجه أسعار الاقتصاد العالمي. طيب بالعودة لمنظمة أوباك وأوباك بلس، هناك ضغوط من اليابان، من بعض الدول الأوروبية، إنجلترا وما إلى ذلك، لرفع الإنتاجية. إلى أي مدى مؤثر هذه الضغوط؟ يمكن أن على الخليج بالذات ممكن يبقى في تأثيرات إيجابية، يعني ممكن يبقى في زيادة في إنتاجية منظمات الأوبك، أن يبقى في على فكرة تفعيل لنشاطها. بس هي المسألة مرهونة أولا وأخيرا بشكل الاتفاق اللي هيتم عليه، لأن المنظمات ديت بتعمل تحت المظلة الأمريكية. نعم. يعني هتاخد الضوء الأخضر من البيت الأبيض. نعم. وأي قرار في مصلحة روسيا لن توافق عليه الإدارة الأمريكية. نعم. فالمنظمات دي لابد أن هي تنتبه إلى فكرة أن يكون في تفاهم بين أمريكا وبين روسيا فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط بشكل. نعم. أو بآخر لا يكون لا, لا, لا يمكن أن يكون هناك تضارب مصالح بين كل الأطراف. فأنا أتوقع أن هيبقى في جلسات مهمة جدا حتى لو كانت خلف الكواليس بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط. نعم. أو بتهدئة الأوضاع في أوكرانيا نسبيا، وتأجيل فكرة ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، مقابل أن يكون في تفاهم فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز وأسعار الطاقة على مستوى العالم. لابد أن دول الأوبك طبعا تبقى حاضرة في هذا المشهد، ما تبقاش مجرد متفرج، لابد أن يكون لها أجندة ولها استراتيجية تتحرك عليها في الأشهر القادمة، وإلا هيبقى في مشكلة أنك هتبقى تحت رحمة الإدارة الأمريكية من ناحية، الضوء الأخضر أو الفيتو الأمريكي ضد أي قرارات لمصلحة روسيا، وهتبقى تحت رحمة الطموحات الروسية في أنها دايما تكون عندها الرغبة في أنها تمتلك مفاتيح الطاقة في العالم كله. فالموضوع محتاج أشواط، وأشواط طويلة جدا، يعني الموضوع مش هينتهي بين عشية وضحاها، يعني لا، ده الموضوع محتاج على فكرة جلسات مغلقة، ومحتاج على فكرة تفاهم، ومحتاج مرونة من الأطراف، عدم تعنت، لأن هو دوت اللي يدفع ثمنه في المقام الأول الدول الفقيرة. نعم. طب بالعودة للشرق الأوسط والوضع في اليمن، احنا شفنا الأسبوع اللي فات مبادرة خليجية لحل حالة الوضع في اليمن مع الحوثيين. هل يمكن حل الأزمة اليمنية تحد من السورنج علو أسعار البترول بهذا الشكل؟ لا أستبعد تماما. الأزمة اليمنية هي أزمة سياسية في المقام الأول. هل لو تم حلها ممكن تأثر على أسعار البترول؟ ممكن، لكن أنا أستبعد تماما أن يتم حلها، لأن المسألة خاصة في الأزمة اليمنية والسعودية وتحركات ميليشيات الحوثيين باعتبارات لها أسباب دينية وتاريخية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المد الشيعي الإيراني في المنطقة دايما بيختلط بالأجندة السياسية، هو ده الهدف. يعني احنا دلوقتي مش هنقدر نبحث عن حلول سياسية للأزمة اليمنية، لأن المسألة مرتبطة بأيديولوجيات معينة ثابتة. نعم. وعقيدة في السياسة الإيرانية لن تتغير. فالمسألة دلوقتي مرتبطة بضوء أخضر من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تلقي بظلالها على أسعار النفط أو أسعار الطاقة في العالم. لا، ده جزء من كل، يعني هم جزء، مجرد جزء من المشهد.
المشهد برمته بيعتمد بالدرجة الأولى على العلاقات السياسية بين روسيا والحلفاء وبين رغبة الولايات المتحدة في أنها تروض الدب الروسي في أوروبا. بمعنى أن أمريكا بتتحرك بهدف واحد، أن لا يكون هناك حرب باردة أخرى أو صعود للنفوذ الروسي أو الصيني في العالم، وبالتالي بتحصل ده من خلال إيه العقوبات. في حين أن روسيا بترد، أو روسيا بالتعاون مع الصين والدول الأخرى بترد بأن يكون في بقى تحالفات أخرى موازية تواجه الإرادة الأمريكية أو القرار الأمريكي. فده يعني الأزمة اليمنية، يعني نقدر نقول أن هي على هامش الملف، أو أن هي مجرد على فكرة بند من بنود الأجندة اللي هي خاصة بأسعار الطاقة أو ملف الطاقة في العالم. وأنا أتصور أن المسألة متوقفة أولا وأخيرا على أن يكون فعلا تهدئة للحرب الروسية الأوكرانية من ناحية، ولابد يكون في ضبط للأسعار سواء أسعار النفط أو أسعار الغاز الطبيعي، من خلال يكون في اتفاق أو بروتوكول عام بين المنظمات المصدرة للنفط زي الأوبك وبين الدول الكبرى. بدون هذا الاتفاق دائما حالة جنون الأسعار هتفضل دايما متوهجة، ودايما هيبقى فيها حالة صعود وهبوط وانت مش هتقدر تتحكم فيها. التحكم يتم من خلال التفاهم بين الدول الكبرى وليس الصدام، والصدام دوت أول المستفيد منه من وجهة نظري روسيا، وأكثر المتضررين الدول النامية أو دول العالم الثالث، لأن هي دي اللي بتسدد الفاتورة. طب يعني بالتركيز على هذه النقطة بالذات، يعني معظم الدول أعدت ميزانيتها على أن سعر برميل البترول ما بين 60 و65 دولار. كيف تأثرت الميزانيات بقى في هذه الدول، خاصة الدول النامية ومصر تونس، يعني إحنا من ضمنهم، يعني كيف هو المشهد؟ طبعا المشهد فيه تخبط نسبي. يعني المسألة احنا سواء مصر او تونس او دول الربيع العربي هي من الدول المتأثرة جدا بالتغيرات العالمية. لما يبقى فيه ضرب لأسعار النفط او اسعار الطاقة اكيد بتنعكس زي ما قلت لحضرتك على اسعار السلع الغذائية، وده بينعكس على اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية. فانت بتلجأ ليه مع الاسف الشديد الى انبوب المساعدات الخارجية. بتلجأ احيانا الى غطاء صندوق النقد او البنك الدولي في عملية التمويل او عملية الاصلاح الاقتصادي، فده بيؤثر نسبيا على خطة الاصلاح الاقتصادي. فعشان كده ده يفسر ليه مصر حريصة على سبيل المثال وبتضرب مثل في هذا الاتجاه، ان هي بتحقق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، بتكتشف حقول تنقيب عن الغاز الطبيعي سواء في اراضيها او بيبقى في لجوء او تفكير عملي في الاستفادة من مثلث قبرص واليونان فيما يتعلق بغاز المتوسط. نعم. التحركات المصرية الواعية على مستوى الدبلوماسية هو دوت الغطاء الامن والممر الامن للخروج من هذا النفق المظلم. وده مش هيتحقق الا اذا كل الدول العربية ودول الشرق الاوسط فكرت في بهذا المنطق. نعم. انت تحاول تبحث عن مواردك سواء في خارج الحدود او داخل الحدود، تحاول انت تحقق الاكتفاء الذاتي وتعتمد على مواردك انت، حتى لو في اعتماد على مساعدات خارجية في المرحلة الأولى. نعم. بس ده مجرد بداية، فأنت تعتمد على مواردك كدولة. نعم. هو دوت السؤال، أو هي دي الإجابة الأمثل عن السؤال الأهم، ماذا يحدث في أسعار الطاقة في العالم؟ إذن المتضرر الأول هو الدول النامية، وبحسب ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ شريف سمير الكاتب بالأهرام، لابد من وجود بروتوكول لضبط الوضع العالمي. بنختم حلقتنا من مساحة للرأي للنهاردة. الشكر، كل الشكر لفريق الإعداد، والشكر لضيفي في الاستوديو، والشكر لكل من تابعنا.